فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية. قال: ومن تأمل ما ذكرناه في هذا الباب عرف مقصود الشريعة فيما ذكرناه من الموافقة المأمور بها والمخالفة المنهي عنها كما تقدمت الدلالات عليه. نعم. وعرف بعض وجوه ذلك وأسبابه وبعض ما فيه من الحكمة. من تأمل ما ذكرناه في هذا الباب عرف مقصود الشريعة فيما ذكرناه من الموافقة المأمور بها أي للسابقين والمخالفة المنهي عنها. نعم. كما تقدمت الدلالات عليه وعرف بعض وجوه ذلك وأسبابه وبعض ما فيه من الحكمة. نعم. لما بين الشيخ رحمه الله في هذا الباب وهو باب النهي عن التشبه بالأعاجم وما المراد بالأعاجم وما المراد بالعرب، لما بين هذا كله قال: من عرف ذلك عرف الحكمة فيما نهي عنه من التشبه بالأعاجم، وأن المراد التشبه بهم في صفاتهم الخاصة بهم وفي دينهم، في صفاتهم الخاصة بهم وفي دينهم، لأن التشبه بهم في الظاهر يدل على محبتهم في الباطن، ومن تشبه بقوم فهو منهم، وما أمر به من الاتباع والاقتداء لسلف هذه الأمة وخيارها.